النهارده مشاهدينا شهد مجلس النواب مظاهره حب ودعم من نواب البرلمان لقواتنا المسلحه. تحدث اعضاء المجلس وخاصه الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان على ضروره دعم القوات المسلحه وتوعيه المواطنين بخطوره واهميه المعركه اللي بيخوضها ابطالنا ضد الارهاب. وطرح النائب علاء عابد رئيس لجنه حقوق الانسان مبادرة للتعبئة العامة للشعب لمواجهة الإرهاب. تحدث نواب سيناء في البرلمان عن المعركة وبطولات قواتنا المسلحة ودعم أهالي سيناء لها. النائب إبراهيم أبو شعيرة قال عن شمال سيناء وأهلها إنها بطولات والقوات المسلحة أثبتت نفسها وإنها ستقضي حتما على الإرهاب خلال أسبوعين إن شاء الله. نشوف تصفيق النواب لنواب سيناء ونرجع نكمل حوارنا. معانا على الهاتف اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. يعني طبعا واضح انها كانت مظاهرة حب وهتاف وتشجيع لبطولات القوات المسلحة وتقدير كبير. كلمنا حضرتك عن تفاصيل بيان مجلس النواب. اليوم صباحا تم عقد اجتماع حضره اعضاء اللجنه العامه بمجلس النواب والعديد من اعضاء المجلس لمتابعه الملحمه اللي بتقوم بها قواتنا المسلحه والشرطه المدنيه لتنفيذ الخطه الشامله لمواجهه عناصر الارهاب على مستوى الجمهوريه وبالاخص في سيناء، واللي هي شاركت فيها قواتنا المسلحه بكامل الافرع الرئيسيه، القوات البحريه والجويه والقوات الخاصه والصاعقه وحرس الحدود والمخابرات الحربيه، مؤسسات الدوله الاخرى الامنيه في وزاره الداخليه، الدفاع والمخابرات الحربيه والامن الوطني والمخابرات العامه، كل ساهم بدوره في اعمال الرصد وجمع المعلومات عن اماكن تمركزات وتواجد العناصر الارهابيه على مستوى الدوله في سيناء وفي الظهير الصحراوي وفي صعيد مصر وفي بعض المواقع الحدوديه، ضربات اجهاضيه مؤثره وناجحه وناجزه تم ايضاح نتائجها بالتفصيل في البيانات الاربعه التي صدرت عن قواتنا المسلحة الباسلة. الإجراءات هذه تحظى بتأييد ومؤازرة من كافة أعضاء مجلس النواب ومن الشعب المصري، وأعضاء مجلس النواب هم يمثلون الدولة على عموم القطر جميعا من أسوان إلى السلوم، كل أيد وآزر ودعم هذه الجهود التي يتم اتخاذها للحفاظ على الامن والاستقرار والقضاء نهائيا على قوى الارهاب التي تحاول النايل من وحدتنا ومن امننا القومي. ما فيش دعم يقدمه البرلمان لقواتنا اللي موجوده هناك؟ الدعم، كل الدعم من البرلمان، البرلمان لا يتوقف يوميا عن دعم جهود الدولة ممثلة في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية بمواجهة الإرهاب، الأزهر، الأوقاف، يوميا في لقاءات بتتم من أجل دعم جهود الدولة في مواجهة الإرهاب، الإرهاب اللي هو بيستهدف الإضرار بالصالح العام، يستهدف الأمن القومي المصري، الإرهاب الممول من قوى خارجية تعبث بأمننا القومي، تعبث بالمنطقة العربية ككل، تحاول تشويه الإسلام والمسلمين وتحاول بس الفرقة وإثارة القلاقل في المنطقة العربية، وعلى الشعب المصري أن يعي حجم المؤامرة التي يتم التخطيط لها من جانب قوى دولية وقوى إقليمية وقوى داخلية بتحاول أن تعبث بأمننا القومي، ولكن
بفضل ثورة 30 يونيو وبفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وقواتنا المسلحة والشرطة المدنية سيتم إحباط هذا المخطط، وعلى هؤلاء المارقين أن يعوا الدرس أن الموضوع انتهى تماما قولا واحدا، لن يكون إرهابا في مصر وستستمر هذه الحملات إلى أن يتم الإجهاز عليه تماما. نعم، هل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب هتصدر قوانين قريبا للتجديد و يعني للعقوبات ضد أي إرهابي؟ تمام، كل ما تحتاجه جهود الدولة لمواجهة الإرهاب فورا وبلا تردد سيتم سن التشريعات التي تدعم الجهود. نعم. وبالفعل هناك تشريعات صدرت، هناك حالة طوارئ لدعم جهود الدولة في مواجهة الإرهاب. الخطة الاستراتيجية التي تسير عليها الدولة تسير بخطى ثابتة وناجحة وناجزة، وإن شاء الله ستثمر عن الوفاء بمهمة القضاء على الإرهاب تماما في مصر إن شاء الله، لتنعم مصر بالأمان. الشعب المصري ضاق ذرعا بأحداث الإرهاب وجرائمهم وسفك الدماء والقتل والإهدار لكل ما تحقق من إنجازات على أيدي هؤلاء المارقين، سيتم القضاء عليهم تماما وستعود مصر بفضل الجهود المبذولة حاليا إلى سابق عهدها كقوة إقليمية وقوة دولية لها تأثيرها في العالم كله. النائب علاء عابد طرح مبادرة للتعبئة العامة للشعب لمواجهة الإرهاب، ما المقصود بهذه المبادرة؟ هو المقصود بها يعني دفع المواطن المصري إلى التعاون التام مع سلطات الدولة في مواجهة الإرهاب. الإرهاب لا يهدد الدولة فقط، يهدد المواطن في مستقبله وفي أو أبنائه وفي وطنه. فالتعبئة العامة يقصد بها حث المواطن المصري على المساهمة بالتعاون مع سلطات الدولة لكشف تحركات العناصر الإرهابية وتمركزاتهم وبؤر تواجدهم حتى يتم القضاء عليهم. وبالفعل هناك تعاون تام، ويمكن الأعمال الرصد اللي تمت دي تبقى بتعاون من المواطن المصري الواعي. مصر دولة ذات حضارة، الشعب المصري قاس كثيرا من أعمال الإرهاب ويعي الدرس تماما. المسألة وضحت تماما أمام الناس جميعا لأن هناك مؤامرة كبرى تستهدف المنطقة العربية ككل وفي القلب منها مصر، ونحن نلتف حول قيادتنا السياسية وحول قواتنا المسلحة وحول الشرطة للخروج من هذا النفق الذي كان مخطط أن ندخل فيه. وإن شاء الله مصر ستعبر إلى آفاق الازدهار والتقدم بإذن الله. عايزين نشوف بقى وفد من البرلمان إن شاء الله يزور قواتنا وأبطالنا في سيناء قريبا لدعمهم المعنوي. ده بيتم حضرتك بالفعل، بيتم بالفعل. بشكر حضرتك سيادة اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.